صباح الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح لليوم الاثنين 10 تشرين الثاني. المعارك انتهت ومحاولة لإعادة الحياة إلى أحياء طرابلس، العشاء الخيري الثامن لجمعية كون هادي، وأيضا جولة بمعرض الكتاب على أبرز التواقيع، ورح نكون كمان بتقرير خاص مع معرض للفنان فريدريك الحسيني. أما ضيفتنا لليوم فهي نمسيس سرور من منظمي مهرجان الثقافة تقاوم. بداية مثل العادة بتكون مع اتصالنا المباشر مع مصلحة الأرصاد الجوية، واليوم معنا على الخط الأستاذ عصام حلاوي. صباح الخير. أسعد الله صباحك. كيفك؟ الحمد لله. يعني شكلنا هالجمعة موعودين بطقس حلو. هالجمعة ما في شتاء. نعم. يعني متقابلين في تغيرات السبت أو الأحد. بس مش أكيد يعني في شتاء يعني. نعم. الاثنين اليوم مش مسألة قليل غيوم مع بداية انخفاض محدود بدرجات الحرارة. غدا الثلاثاء غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعه مع انخفاض بدرجات الحراره. الاربعاء غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعه وارتفاع بدرجات الحراره. الخميس غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعه مع انخفاض بدرجات الحراره. يكون الهواء الشمالي غربي معتدل يعني ولا ضعيف. درجات الحراره تتوقع يوم الاثنين على الساحل من 10 الى 27 فوق الجبال من 11 إلى 22، الأرض من 6 إلى 18، وفي الداخل من 3 إلى 24 درجة. أما الرياح السطحية فهي جنوبية شرقية إلى متقلبة ضعيفة أحياناً، سرعتها تتراوح بين 10 إلى 30 كم/ساعة. الرؤية إجمالاً جيدة، والرطوبة النسبية على الساحل تتراوح بين 30 إلى 60%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج. وحرارته 24 درجة، ضغط 765 مليمتر زئبق. وشكرا لحسن المتابعة واللقاء. شكرا لك أستاذ عصام حالي، ونتمنى لك نهار حلو. جوال صباح الخير. صباح الخير لأليك للمشاهدين اللي عم بيتابعونا اليوم. بالإضافة إلى الأخبار السياسية، خبر مشترك بعناوين الصحف وبعيدا عن السياسة حول ماراثون بيروت يلي استقبلته بيروت مبارح، والكل يمكن عرف بأمره. تفاصيل أكثر بعناوين صحف اليوم. رح ابدا مع صحيفة النهار، وبدل العناوين رح ابدا بالصورة اللي نشرتها بصفحتها الأولى لآلاف المشاركين بانطلاق سباق ماراثون بيروت الدولة 12 امبارح بوسط بيروت. بالفعل آلاف من المشاركين يلي وصلوا من لبنان ومن مختلف أنحاء العالم، من بيناتهم أبطال بالعالم وبدولهم، وصلوا إلى بيروت مبارح للمشاركة بماراثون بيروت يلي بفرجي على القليل ناحية ثقافية رياضية حلوة للبنان. بالعناوين سلام مصر على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية، ملف العسكريين بين مراوحة ومعطيات جديدة، الجيش أوقف في إرسال رئيس المجلس العسكري في الجيش السوري الحر، كنعان للنهار الطعن في قانون التمديد أصبح جاهزا. ضمن أسرار الآلهة تجرى اتصالات مع التيار الوطني الحر لجعله يعزف عن التقدم بطعن أمام المجلس الدستوري في قانون التمديد. يتوقع دبلوماسيون عربي أن يكون الحل في سوريا شبيها بالحل في العراق. يخشى نائب في المستقبل أن يكون إصرار سيد نصر الله على رفض سحب مقاتليه من سوريا معرقلا للدعوة إلى الحوار. يقول رئيس حكومة سابق أنه يخشى أن يصبح لبنان في حاجة إلى وكالة غوث دولية إذا ظل يتحمل وحده عبء اللاجئين. وأيضا في أسرار الآلهة وصف نائب قوتي المواقف المتعارضة التي تحصل أحيانا بين التيار الوطني الحر وحزب الله بتوزيع أدوار. وبختم صحيفة النهار مع مقالة نيلة تويني وبتحمل عنوان رني معوض والاستقلال المعلق. في عناوين صحيفة السفير، أعون للسفير حوارنا مع الحريري توقف، قياديان إرهابيان في قبضة الجيش. ماراثون بيروت حيوية وفرح، من أجواء الماراثون صورة نشرتها صحيفة السفير لمشاركات بالماراثون بأثواب الزفاف بلفتة مميزة. حلوة الصورة إذا فينا نشوفها. وفي عناوين أخرى، اغتيال 5 مهندسين نوويين والنصرة تسيطر على نوى دمشق لدمستورة، تجربة حمص أجدى من حلب. إذن هذه هي الصورة
بلفتة مميزة من بعض السيدات يلي لبسوا أثواب الزفاف. معهد العلوم وتكنولوجيا تحدي التمويل، فهد المقدم نقيبا لمحامي الشمال، دبلوماسية متوسطية تتجاوز عزل تركيا، أوباما يدخل العراق في مرحلة جديدة، وختاما أوباما للإيرانيين لا نعبث معكم في العراق فلا تعبث معنا، مفاوضات مسقط، الفجوة النووية قائمة. من السفير إلى عناوين صحيفة الحياة، أوباما تحدث عن فجوة ضخمة مع إيران ومحادثات مسقط تستكمل اليوم، تراجع فرص الاتفاق النووي. واشنطن تبدأ مرحلة الهجوم على التنظيم، مقتل قادة في داعش وأنباء متضاربة عن إصابة البغدادي. خالد بن سلطان يرأس الاجتماع السنوي لمؤسسة المحيطات الحية. أموال الدولة الليبية تنضب نهاية 2015. هادي يطالب الوزراء الجدد بالعفة والنزاهة، حكومة بحاح تواجه مجلسا مواليا لصالح وأمنا يمسكه الحوثيون. قانون كردي يمنع تعدد الزوجات ردا على قيود داعش النسائية، اغتيال 5 مهندسين نوويين في دمشق. تعثر مساعي أمير الكويت لدى الدوحة، مشاورات خليجية لنقل القمة من قطر إلى الكويت أو السعودية. الضائقة الاقتصادية وراء دعوة الاستقلال في كاتالونيا، وختاما لطيفة والفراغ الرئاسي في ماراثون بيروت الدولي. نتابع جولتنا، وفي عناوين المستقبل اليوم، الحريري يستعرض تطورات المنطقة مع العاهل الأردني، مرشح المستقبل و14 أذار نقيبا لمحامي طرابلس، وسليمان يجول في المدينة مشيدا بولائها للدولة. من أجل المحبة والسلام، مشهد جامع كمان للجماهير يلي شاركت بماراثون بيروت. في عناوين أخرى، في المستقبل مصير البغدادي معلق بانتظار تأكيد واشنطن، أوباما يرى مرحلة جديدة في العراق بعد تعزيز القوات الأمريكية. أبناء طرابلس مواهب ترسم وجه المدينة الحقيقي. حلم صيدا أصبح حقيقة وكابوسها حديقة. الحطب ينافس المازوت والأحراج ضحية. 6 أشهر على صدور القانون 288 ونازاريان لا يحرك ساكنا. اليمن إعلان حكومة بلا أجنحة. مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في كفر كنا في أراضي 48. حماس ترفض حماية مهرجان عرفات. وختاما اغتيال 5 مهندسين نوويين في دمشق. في عناوين صحيفة الأنوار، أهالي منطقة رشية يستعدون للتسلح ودوريات مسلحة لبلديات في مناطق بعكار. عاهل الأردن والحريري يعرضان تطورات في المنطقة. 37,000 عداء يشاركون في ماراثون بيروت الدولي. وبقلم المحلل السياسي، التضامن الداخلي يبعد الحقيقة المؤلمة. السيسي، مصر تتعاون مع قبرص واليونان لدحر الإرهاب. مسؤولون أمريكيون لا معلومات عن إصابة البغدادي. لقاء وزيري خارجية أمريكا وإيران في سلطنة عمان. المعارضة السورية تسيطر على مدينة في منطقة درعا. انفجار سيارة مفخخة قرب مقر رئيس الحكومة الليبية. وبختم الأنوار مع الأخبار الاقتصادية، اعتماد الإمارات على النفط لا يزيد عن 30%. جولتنا بالتابع، ومن الأنوار إلى اللواء ميشيل سليمان للواء، الهبة السعودية نقلة نوعية لدعم المؤسسة العسكرية. طرابلس دعمت الجيش ضد الإرهاب، وحقوق المسيحيين مصانة بإرادة المسلمين. توقيف ضابط كبير من الجيش الحر في جرود عرسال، صفارة الرئاسة، بكركي تفوض الفاتيكان، وحزب الله لن يضغط على عون. ماراثون بيروت استعادة أيام العز. وأيضا في عناوين اللواء وبقلم صلاح سلام، مقالة بعنوان من ينطلق أو متى ينطلق الحوار بين المستقبل والحزب. جولة نووية ثانية في مسقط اليوم، أوباما الفجوة مع طهران لا تزال كبيرة. اغتيال 5 علماء طاقة نووية بشمال دمشق، داعش يؤكد إصابة البغدادي والنظام يناقش تجميد القتال في حلب. وختاما إلغاء الاحتفال بذكرى عرفات في غزة، مدن 48 تغلي ونتنياهو يتوعد بسحب الجنسية. جولتنا بالتابع مع عناوين صحيفة البلد يلي كتبت اليوم، الوطني الحر يطعن بالتمديد ويعفي المقاومة من أي قيد. معارك نوى إلى الواجهة وهدنة حلب الشمالية قيد البحث. تضارب يلف مصير البغدادي. نشلوا الأشرفية أكثر من رجال الأمن فيها. المحمرة تدعم الدولة وتطالب بحقوقها الخدماتية. قرار القبول من المقايدة ليس في يد الحكومة. وختاما الصورة الرئيسية من ماراثون بيروت وعنوانها فعل حياة. نوصل إلى الصحف باللغات الأجنبية وبترجمة العناوين. الديلي ستار، مصير قيادي في داعش غير معروف،
بعد الضربة الجوية، مصادر عراقية تؤكد إصابة البغدادي بجروح خلال الاشتباكات على الحدود السورية العراقية. 14 أذار تسعى إلى اتفاق مع 8 أذار حول الإجماع الرئاسي. وختاما في الديلي ستار، أوباما يحذر من فجوة كبيرة في المحادثات النووية الإيرانية. من الديلي ستار منتابع مع لوريان لوجور، وفي عناوين اليوم: في لبنان الموت والإرهاب فقط، وصورة معاكسة لها العنوان على شمال الصفحة لانطلاق ماراثون بيروت امبارح. سليمان: هل يترك البلد بشكل مقصود من دون رئيس لتوجيه ضربة للطائف؟ وختاما: أوباما مصمم على شن هجوم ضد الدولة الإسلامية. في عناوين الشرق: التمديد نافذ ابتداء من غد، سليمان من طرابلس: لا نريد 7 أيار مجددا. المشنوق في القاهرة: الهدف المشترك هو محاربة الإرهاب ومنع التطرف. بقلم عون الكعكي: مسرحية النووي هو عنوان مقالته لليوم. الجيش يوقف رئيس المجلس العسكري في الجيش الحر. أوباما: الفجوة كبيرة في ملف النووي. العاهل الأردني بحث التطورات مع الحريري. 37 ألفا في ماراثون مصرف لبنان. المقدم من 14 أذار نقيبا لمحامي طرابلس، وبالصورة الرئيسية رئيس سليمان على الأكتاف بجولته بطرابلس امبارح. من الشرق إلى الشرق الأوسط، صالح والحوثيون يفشلان في إحباط الحكومة ويتجهان لإشهار تحالفهما. مستشار هادي للشرق الأوسط: تجاوزنا المعضلة الكبرى. أرامكو آسيا عملاق جديد لإدارة عمليات الشركة الأم في القارة، مقرها بكين وتغطي الهند وأستراليا ونيوزيلندا. مفاوضات مسقط تقطع شوطا ومهمة لصالح في موسكو. أوباما يقول إن الفجوة ما زالت كبيرة في الملف النووي الإيراني. معصوم يلتقي السيستاني قبيل توجهه إلى السعودية. بغداد تؤكد إصابة البغدادي في غارة أمريكية بالموصل. وختاما في الشرق الأوسط، البرلمان الليبي يعزل مفتي البلاد المحسوب على الإخوان. الثاني للشرق الأوسط، الجميع يماطل في مساعدتنا. نتابع جولتنا ونوصل إلى المحطة ما قبل الأخيرة مع عناوين صحيفة الأخبار: الحوار السوري إلى موسكو، الفرنسيون يصرون على نهب 150 مليون دولار من صفقة تسليح الجيش. أمريكا إيران التفاوض الصعب، وضمن قضية: ضجة حول تعديل ميثاق حركة حماس. وختاما ضمن مهرجان: السينما تقاوم من صيدا إلى بيروت. واليوم نحكي أكثر بهالموضوع مع ضيفتنا. نختم جولتنا مع عناوين صحيفة الجمهورية: أوباما مرحلة جديدة ضد داعش. بين النشل وترويج المخدرات، احذروا أصحاب السوابق على دراجاتهم. أسبوع انطلاق الاتصالات للرئاسة على وقع إيجابيات إقليمية متوقعة. أوباما يقر بالهزيمة أمام الجمهوريين، الفجوة مع إيران كبيرة. وختاما بالصورة الرئيسية، الأنظار إلى النووي مجددا. مع هالصورة وهالعنوان من صحيفة الجمهورية ممكن وصلنا لأول فاصل إعلاني. جويل بتلاقينا من بعد البريك لنعرف أكثر حول المواعيد الثقافية والفنية. مواعيد ثقافية رح نكون على موعد معها، والبداية مع الموسيقى مع عازفة البيانو تاتيانا بريماك خوري بكرة الثلاثة الساعة 8 المساء بالإي إس جي بقاعة بيير خاطر. رح بتقدم مجموعة من أعمال شوبان، روكسانا، بانودنيك وغيرهم. شوية صور عنوان العمل الجديد للفنانة تانيا صالح بيتناول المرأة، الوطن والحياة. رح يتم إطلاقه يوم الثلاثاء بكرة يعني بسينما متروبوليس بسوفيل. بيتضمن العمل عدة أغاني عن المرأة، الحياة والوطن، من أبرزها شبابيك بيروت، صبحت ومرد وغيرها. ورح يكون أيضا في تحية خاصة لروح الموسيقية إيمان حمصي بيتضمن دندنات بصوت الراحلة. كمان رح نكون على موعد مع تانيا صالح بكازينو لبنان ب 14 و15 من الشهر الحالي. بلا ما نسمي باتت كل الاسامي.
تابع مع خبر وبإطار سلسلة الأمسيات يلي بتقدمها الأوركسترا الهارمونية التابعة لموسيقى قوى الأمن الداخلي بقيادة المقدم زياد مراد، رح تبدأ حفلات عيد الاستقلال ب 18 تشرين الثاني حفلة غنائية بمدرسة راهبات القلبين الأقدسين بعين قبل، و 19 الشهر حفلة بمدرسة العائلة المقدسة بزحلة، والحفل الضخم ببلدية الدكوانة ب 21 الشهر. الأداء المنفرد لكارول عون، ماريا عزار وشادي عيدموني. بالنسخة الثامنة افتتح مهرجان الأفلام الدولية بجامعة الويزة فعالياته امبارح الأحد مع مجموعة من الأفلام الطلابية وغير الطلابية ليجمع أعمال من عدة دول عربية وعالمية. الافتتاح مثل كل سنة بيكون تكريمة لشخصية أعطت للفن اللبناني والعربي، وهالسنة كان تكريم للفنان دوريد لحام. واليوم بتبدأ عروض الأفلام ابتداء من الساعة 6 المساء مع ودين كيك فيلم من روسيا، إيمان سينس لونج تايم من مصر، و Thanks God It's Friday من فرنسا والمغرب، وغيرها من الأفلام الكتير رح نكون على موعد معها. والعروض مستمرة لمدة أسبوع، يعني الختام بيكون يوم الأحد المقبل. والنوم ما أحلى النوم فوق بساطنا يا ميمتي والحضن كان. كنا عم نشوف مشاهد من عمل الفنان دوريد لحام اللي تم تكريمه امبارح. رجع الفنان جيرار افيديسيون الى المسرح ليقدم مونودراما بعنوان عودة الست لميا، نص من كتابة جيرار افيديسيون من 10 سنوات، نص كوميدي وخفيف عم بتقدمه الممثلة رولا حمادي ويوسف حداد من الخميس للاحد الساعة 8:30 خشبة مسرح الجميزة. ايضا رح اختم مع خبر اخير، ومثل كل خميس وجمعه موعد مع حفله هشك بالشيك على خشبه مسرح مترو المدينه الساعه 10 بالليل. مثل العاده رح يقدموا عروض متنوعه من الريبرتوار المصري القديم. ورح نرجع ننتقل من جديد عن جوال لحتى نشوف حركه السير لليوم. رح نعمل جولتنا مثل كل يوم على كاميراتنا الموجودة ببعض مناطق لبنانية لنعرف كيف حركة السير، وعلى الأرجح اليوم ناشطة جدا لأنه تنين الصبح مثل كل بداية أسبوع. من جسر سليم سليم ناشطة بالخطين أكيد باتجاه بيروت أكثر. من هنيك منروح إلى الزلقة يلي كمان عم تشهد على حركة ناشطة على الأوتوستراد باتجاه بيروت مع تقدم هيك بطيء للسيارات. ناشطة كمان وكثيفة على رومبوان صيدا. من صيدا مننتقل الى مثلث خلدي اللي عم بيشهد على عجقة سير كتير قوية مع توقف لبعض المحاور. والرقيب اول سعيد الحاج معنا من غرفة التحكم المروري ببيروت. صباح الخير. صباح النور، يعطيكم العافية. مرسي. تفضل. يعني اليوم التنين مثل العادي حركة سير كثيفة جهنا على اغلب المحاور. نعم. منبلش من مدخل شمالي من جوني، حركة عم تشهد حركة سير كثيفة من مفرق غزير باتجاه بيروت وصولا حتى مفرق يسوع الملك. اوكي. بيرجع بيضغط من جسر الفهود باتجاه النقاش أنت الياس وصولا حتى نهر الموت. نعم. كمان بتكمل على الدورة الكارنتينة حركة سير كثيفة. اوكي. بالنسبة لمسلك الشرعي عم يشهد حركة سير طبيعية اجمالا، باستثناء عنا من جوني مقابل لإزيلي حصل عنا حادث سير سبب شوية ضغط سير. هلا تمت ازالته؟ نعم. نعم. هلا بهالوقت حصل من شي نص ساعة واضرار مادية نشير على جانب الطريق. اوكي. عنا بولفار سن الفيل من نهر الموت باتجاه الاشارات عم تشهد حركة سير ناشطة. نعم. بتكمل على الصالومي نزولا حتى جسر الواطي.
اوتوستراد امين لحود عم يشهد حركه سير كثيفه من مقابل سوق الخضار باتجاه القرنتينه ايضا. نعم. كذلك اوتوستراد الياس الهراوي عم تشهد حركه سير كثيفه باتجاه اوتيل ديو. اوكي. كورنيش المزرعه عم تشهد حركه سير كثيفه على الاتجاهين. المدخل الجنوبي عم يشهد حركه سير كثيفه من خلدي باتجاه انفاق المطار. كثيفه جدا، في عجقه سير كثير قويه على خلدي اليوم مع توقف لبعض المحاور. نعم. من خلدي كذلك باتجاه شويفات مفرق بشامون حركة سير كثيفة. في شيء استثنائي هنيك ولا هي الحركة نهار التنين؟ لا ما في شيء استثنائي، يعني اليوم التنين كذب على الناس دي على أشغالها، هذا السبب يعني. أوكي. عنا كذلك حركة سير كثيفة باتجاه من خلدي باتجاه الأوزاعي، السفارة الكويتية باتجاه الرحاب أيضا حركة سير كثيفة. عنا من أكثر شيء ما باتجاه جالوري سمعان حركة سير كثيفة أيضا. أوكي. كمان جس سفير عم يشهد حركة سير كثيفة. اجمالا هذا هي حركه السير. بالنسبه للحوادث، حوادث خلال 24 ساعه الماضيه حصل 12 حادث نتج عنهم 15 جريح وفاه شخص واحد. نعم. وبخصوص التدبيرات يلي صارت امبارح بمناسبه ماراثون بيروت والقصص يلي صارت حولتوا السير، تمت ازاله كل هول الفواصل يلي بتسكروا فيهم الطريق؟ كل الطرقات فتحت كليا اجمالا ما عاد فيه ولا طريق انه مسكرة كله فواصل كلها انشالت. في شغله برجع في تكون عنا نعم شيء المواطنين، هيدي بالنسبه للاشغال بشرت احدى الشركات المتعهده باشغال واعمال صيانه في الشارع الممتد من جبانه صيدا وصولا الى مفرق سوق الخضار، لذلك سيتم منع مرور السيارات على الشارع المذكور اعتبارا من صباح يوم الاحد 9/11/2014 ولغايه مساء الخميس 13/11/2014. رح يتسكر الطريق تماما؟ صح، هذه الطريق بتسكر تماما. اوكي. صح، بلشت امبارح يعني 9 المساء بلشت لغايه 13/11. صح. اوكي. ورح بيتم اكيد تحويل السير على مسرب اخر. اكيد بيتم تحويل السير على المسار الثاني. اوكي. اوكي يعني. شكرا لك الرقيب اول سعيد الحاج، نحن بنتمنى لك بدايه اسبوع حلوه ممتعه خاليه من عجقه سير قدر المستطاع. رح نتوقف مع فاصل اعلان جديد، من بعده متابع اخبار صباح، خليكم معنا. صباح الخير. بين الحوار والسجال السياسي بيفتح الأسبوع الجديد أبوابه على كل الاحتمالات، وإشارات التلاقي والانفتاح المتبادلة بالأيام الأخيرة بتهدف لمواجهة الأخطار المحيطة بلبنان، ولكن السجال السياسي بيبقى أيضا مادة دسمة ومشوقة بكل مفترق طريق، ونقاط التلاقي بتوقف قدامك بعض المواضيع الخلافية من ملف الرئاسة وصولا إلى التدخل بسوريا والسلاح غير الشرعي بالداخل اللبناني. ليبقى العنوان ماراثون الأسبوع بين السجال والحوار. يلي بيتعمر بسنين بيتم تدميره بلحظات، ومدينة طرابلس بأسواق الشعبية وشوارع الضيقة تختصر تراكم حضارة وثقافة. المشهد بالتبانة مع انتهاء المعارك الأخيرة صادم، دمار وركام وخراب، وأبناء المدينة عاجزين بمجهود فردي عن إصلاح الأضرار. أما التعويضات والبدء بالترميم فبقي حبر على ورق. المعارك انتهت لتبدأ جولة من الكر والفر لإعادة الحياة إلى أحياء طرابلس. تقرير للزميلة رولا أمين الدين، منتابعه سوا. عشرين ساعة نحن مضروبين بالحمام بالمطبخ، أطفال ونسوان وأولاد تحت الطاولات تتخبى، يعني بيشوم عليهم بس، كان اسمه باب الذهب، هالمنطقة اللي كان اسمه باب الذهب، هلا صارت جبانة، باب الجبانة صارت. راح طابقين اللي فوق منا وطابقنا، يعني لعيمة عن هالشغل هذا، والله ما فينا، احنا فقرة. اتجهنا إلى طريق
طرابلس لمعرفة ما حل بأصحاب المنازل والمحال التجارية اللي دمرت بالكامل. هون ركام ما تبقى من منزل، وهناك محل محروق ببضاعته، وأمام هالشاشة أناس دمر جنى عمرهم. وجدوا من عدسة الكاميرا منبر لنقل معاناتهم على أذن الطاوية تسمع الصوت. 60 سنة أنا بالشغل بالعمل، لا أدقر جمعت هلا هالسروة هيدي. بلحظة ما تم عندي شيء، روحت كلها روحت، ولا حدا عوض لنا بشيء أبدا أستا لحد هلا، ولا ميزل اشتري غوصي كشفت وبس، أكتر منك ما في. نظفوا الشوارع، صلحوا الكهرباء، خطوط التليفون بعد ما صلحوا فيها، وشيروا ردموا كل الأوساخ من الشوارع، بس كعادة أضرار وكذا ما في شيء. هاي اللبن كله كب على الزبالة على النهر، على نهر أبو علي كبيناه، هذا اللي بكب اللي نقله، هاي البضاعة عليك هون. كلها بضاعة انكبت برا، اجت البلدية سحبتها هاي. خسائرنا بالمليين، جابولنا تشيك ب 217 ألف ليرة لبناني من هيئة العليا للإغاثة. تشيك موجود وتشيك موجود؟ لا بعده موجود، محتفظين فيه ذكرى. العالم كله جنت، معقولة واحد جاي ضرب محله بيعطيه 30 مليون، نحن كبينا بضاعة 30 مليون بيجينا 217 ألف، هذا بجوز من الله؟ لا، لزحفنا على الأرض زحف لحتى هربنا، حصل ما أنت تطلع بتسجل فوق مني وبينزلوا ما بيسجلوني. لا أنا أرملة، لا خزان مي ولا كهرباء ولا تلفزيون ولا كله روح. التنقل بشوارع طرابلس وأنت محاط بأبنية وشوارع مدمرة بالكامل أمر ليس بالسهل، ومشهد لا يليق بصورة طرابلس مدينة العيش المشترك. وإن كانت عملية إحصاء الأضرار والخسائر قد نفذت، فالتعويض ما زال غائب، وورشة الترميم والإعمار قائمة على جهود شخصية، فإما أن يتحمل المواطن الخسارة أم ينتظر رحمة الله وتشك التعويض. اطلعي العالم عم بظبط حسابي، العالم ما معها تاكل، العالم هوي في حاله، لمين تركين هالعالم هيدي؟ هذا المحل ببيع قهوه، فنجان 250 ليره، وضعه سيء جدا، يعني بالنهار كله ما بيطلع 10,000، بهالمعركه اخترب بيته اكثر واكثر، ومثله امثال، عم بيرمم دين من العالم، عم يرمم مشان يرجع يشتغل ويعيش، هذا اللي عم يصير. هذه هي الاوضه، هذه الأوضة. لكن الكزيفة، لكن الكزيفة نحن بنحترقهن، نحن بنظبط، مين بده يظبطنا؟ لكن لا تجي الدولة، بعيننا الله. عندي محل ملحمة كبب 250 كيلو لحم، بيقول اللحم ما بنعترف بالتلف، عيو أساس ما بيعترفوا بالتلف، انه هذا التلف اللي انا كبيته مين بتحمل مسؤوليته؟ جمع حكينا ما في شيء، حكي بحكي حكي بحكي، هذا كله حكي حكي. حرام طرابلس والله، دعينا والله، نحن مع العالم كله بدنا نعيش سوا، مشتركين لأبد لأبدين. ما عندي حكي أبدا، نقول الله يجعل أمي والله يجعل زعمائنا والله يحببنا بعضنا، أكثر من هيك ما في.
نتابع حلقتنا. حوادث السير بلبنان تخطت الحدود والإصابات وحتى الوفيات الناتجة عن السرعة بارتفاع دائم. كن هذه جمعية خلقت من رحم الحزن والموت بهدف التوعية والتمسك بالحياة، وهي اليوم عم تحتفل بالعيد الثامن على تأسيسها وعلى بدء مسيرتها، فكان العشاء الخير السنوي وتقرير بيضوي على هالحفل. حوالي العشر سنوات رحل هادي جبران إثر حادث سير مروع، مثله مثل كتير من الشباب اللبنانية اللي عم بتروح حياتهم صدى إثر استلشاء الدولة وغياب قانون السير، مما دفع والدة هادي على تأسيس جمعية كن هادي اللي من لحظة تأسيسها عام 2006 عم تهدف على توعية الشباب، توجيههم، إرشادهم والسهر على سلامتهم من مخاطر حوادث السير، وذلك من خلال ورشات عمل وتنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية بكافة أنحاء البلد، بالإضافة إلى حملات إعلانية منتشرة على الطرقات اللي بتنشر الوعي والثقافة بين الشباب. نحن كل سنة بعيد كن هادي نطلق مفاجأة، وإن الله راد السنة في مفاجأة إنه رح نعلن عن الست إيناس أبو عياش، رح تكون سفيرتنا وهي رح تمول مشروع كان كتير عزيز على قلبي يلي هو مركز علاج نفسي لضحايا حوادث السير، يعني الأهالي وإذا في ضحية يمكن صار عنده أي إعاقة أو صار عنده تروما من وراء الحادث، هالعلاج رح يكون مجانا بمركزنا. أنا أول شيء كسفيرة كن هادي دوري بيكمل بوجود كن هادي حدي. كن هادي رسالتها اللي رح تكون هي رسالتي ورؤيتها هي رؤيتي اللي رح حاول قد ما بقدر انه وصلها للمجتمع اللي انا فيه. برأيي كن هادي من خلال هالمركز مركز اساسي لحضانة ومتابعة اهالي ضحايا حوادث السير على مدى اشهر وسنوات مقبلة، فكرة كتير جيدة وان شاء الله غير مؤسسات كمان تكون عندها النشاطات مثل هالنشاط. بس بذات الوقت كل مرة عم نجي على هيك لقاءات نرجع نتذكر انه عندنا قانون سير جديد ولكن غير مطبق، عندنا قانون سير جديد تم استئخار تطبيقه لفترة من الزمن، وحان الوقت انه نقدم للناس هالضماني انه وقت بيطلعوا على الطريق يرجعوا على بيوتهم او على شغلهم. جمعية كن هادي يعني قد ما حكينا عنها قليل، جمعية صحيح هي بنت حدث أليم ولكن عم تلعب دور مهم جدا في التوعية بالمجتمع اللبناني. كن هادي هي جمعية لكل اللبنانيين، منا لمنطقة ولا لفئة معينة من الناس ولا لعمر معين، بل هي لكل البشر. كوني عندي اولاد بعمر المراهقه وعندي بنت بتسوق اوريدي، بقى بهمني انه ندعم جمعيه عم تشتغل لانه نخفف سرعه نخفف تهور. توعيه مهمه كثير لاولادنا ولكل الاولاد. اليوم نحن جايين ندعمهم ونوقف حدهم ونسندهم، وحنقدم سكتش صغير كمان لا هيك توجيهي وكمان مسلي نفس الوقت. مرة جديدة أصبح العشاء الخيري لجمعية كن هادي موعد سنوي بينتظروا كل داعمي الجمعية سنويا لتشجيعها لحتى تتمكن الجمعية بالمضي قدما بعمل الدؤوب والمثابرة بغياب الدولة. شكرا كن هادي على ثقتهم في حتى أقدم هذا الحفل اليوم. ربنا بيقول كن فيكون، هني بيقولوا كن هادي، على أمل أنه هذه الحملات تخفف من حوادث السير على الطرقات، لأنه نحن اليوم كفنانين مش بس دورنا نغني أبدا، عنا دور أعلى من هيك بكثير، طالما نحن قدرنا أثرنا بالعالم بموضوع الموسيقى والفن والغناء والعاطفة لازم كمان نأثر فيهم بالموضوع النوايا الحسنة. من فترة مش طويلة كنا إيدنا بإيد قوى أمن الداخلي كمان قاموا بحملة من هالنوع وعملنا مثل ريبورتاجات حطوها على التلفزيونات اللبنانية، وبعتقد شفنا أنه في كتير أهل عم يمارسوا هالنوع من العمل، وهيدي رسالة كتير إيجابية منشوفها على كل المستويات وإن شاء الله منشوفها على بقية المستويات أيضا السياسية والاجتماعية. هيدي الست اللي فقدت ابنها وقررت بدل ما تقعد تبكي وتدفن حالها بالحزن
قررت انها تعمل شيء تفيد المجتمع وتوعي الناس وتوعي الشباب، هيدا عمل لازم الكل يجي يقول له برافو ويدعمه. ندعي الناس لحتى يلتزموا بالفعل بقوانين السير، لحتى يطبقوا قانون السير، لحتى ما يخالفوا. الواحد يتظر تأخر خمس دقايق أحسن ما يفوت حياته. الأهم من هذا كله إنه حياة الناس، الحياة اللي عم بيسوقوا. بعتقد في فراغ على مستوى الدولة بهذا الموضوع، وهي الجمعيات مشكورة عم بتعبي هذا الفراغ. حضوري هو دعم لقضيتهم، لأنه كلنا عم نخسر حدا بنحبه، وما بدنا نخسر حدا بنحبه حقيقة. غيب عنا هادي اليوم، ولكن تبقى ذكرى خالدة إلى الأبد بقلب كل شخص أحبه، وأيضا من خلال الجمعية اللي عم تنقل صوته ليخاطب الشباب ويوعيون على مخاطر القيادة والسرعة. تابعين معكم لننتقل إلى الهند لنتابع المؤتمر الخاص بالوشم، خاصة أنه بهالبلد الوشم هو من المواضيع المهمة كتير. تقرير. الخبر اليوم عن الوشم. الهند تاريخيا معروف بفن الوشم، فالناس كانوا يوشموا أسامي أو أشكال العائلات اللي بينتموا لها أو الآلهة اللي بيحبوها. الآلهة ما زالوا موضوع وشم مهم بالهند. اليوم بمؤتمر الوشم السنوي زوار كتار، زوار جايين يتعرفوا على أجدد تقنيات الرسم من فنانين محليين وعالميين، حتى أنه الفنانين المحليين عم يتعلموا من الأجانب تقنيات جديدة. يعني باختصار هالمؤتمر بالهند عم يستفيد منه الفنانين، عم ياخذوا من بعض أفكار، والمستفيد الأكبر عم يكون الزائر اللي عم يحصل على وشم منفذ بأفضل وأعلى التقنيات. قبل ما نتوقف مع بريك جديد، منتوقف مع فقرة شبه ثابتة ويومية بحلقتنا كلمة اليوم، شخص جديد وكلمة جديدة، شو هي الكلمة ومن هو الشخص منشوف، ومن بعد بريك نرجع نتابع حلقتنا. أنا بقول نشكر الله، عشت أيام الماضي وكانت أيام فعلاً الواحد بيشوف حاله أنه خلق بهذا الوقت. هاي التكنولوجيا إلى حسناتها بس إلى كتير سيئات، للعيلة وللأصحاب وللأهل وللأحباب، وخصوصاً الأحباب، لأنه ليه لحظة اليوم قدي في طلاق، قدي في اليوم بيتجوز بسرعة، بيتعرف عليها بشهر بشهرين تلاقيه جوزها تركها بعد جمعتين. ليه؟ لأنه ما بقى فيها القيم اللي كانت عليها من زمان. صراحة أنا برأيي بكل شيء العائلة كانت أريح، الأولاد أريح، اللي بيحبوا بعضهم كانوا أريح كمان. ولا نحن كنا نلعب بيوت وبيوت، مثلا أنا عندي أولادي ما بحياتي كان عندي لعبة، بس كنت ألعب أنا وأخواتي، نحن كنا ستة بالبيت، تلعب أنا وياهم، نعمل بيت بيوت، نرتب بيوتنا، نحط أولادنا على التخت على أساس يعني هالقد هيدي أشياء، بس كنا كتير مبسوطين. إيه كنا نلعب بالقلة، أنا بنت ألعب بالقلة، ألعب باللقيطة، نلعب بالحبل، يعني كتير كان عندنا أشياء نلعب فيها، بس كان لها قيمة الهدية أو اللعبة. صدقيني اليوم أي هدية بيجيب لهم إياها، لأنه ما شاء الله بيهم مش مخلي لهم هدية بالعالم، ما جايب لهم إياها، ما بقى تعني لهم، بنبسطوا فيها للحظة الأولى for 5 minutes بعدين كبوها. بس من زمان كنا نقول كانوا ينزلوا يلعبوا بالقدام البناية، الولاد الجيران يلعبوا بالطاب، يطلعوا تعبانين منهوكين وينبسطوا إنه يقعدوا يتسمعوا على الأهل. أنا كنت أحلم إنه أحكي مع أمي كلمة وتخبرني خبرية أو شيء، اليوم أنا بترجى بنتي اسمعها او احكيها وهي مش فاضية، مش لانها ما بتحبني انتبهي، بس اختلفت المعاملة لانه الجو الوضع الاجتماعي اليوم صار مختلف تماما عن ايام زمان. يعني هودي كلهم اللي عم يجيبوهم صدقيني هودي كلهم حديد، بس كنا نتعاطى مع الانسان، كان الانسان يحكي مع الانسان، هلا اليوم كله حديد بحديد، يعني انت ماسك الموبايل كل الوقت، على التليفون كل الوقت، قاعدة على التيفي كل الوقت، ما بقى تلاقي الولاد. يعني صدقيني بعده الفقير اليوم احلى من الغني، بس بهالقصة يمكن بعد ما عنده شيء يلعب فيه بينزل يلعب مع رفيقه مع جاره.
بس انا بنتي ما جبت لها الموبايل قبل ما صار عمره معين، اليوم بتلاقي عمر 6-7 سنين عنده موبايل، يعني هذا الموبايل مش لإله صدقيني، يعني شو بيعمل له الموبايل؟ بيفسد له اخلاقه، بيفسد له. ما تقولي لي قد ما بدهم يكونوا الاهل قاعدين مراقبين هالطفل، مش ممكن يراقبوه هالفتره كلها الا ما يمرقوا لحظه، الا ما حدا يبعث له شيء يعمل له مشكله او يعني ما انا مش برايي يعني. بس بالاول كان غير يا اختي، انا كانوا امي تحكي معنا بالعيون بالاشاره، ما الجامع ما كانت تحكي معنا بالحكي، يعني كان اذا اجيها ضيوف على البيت خلص طلعي فينا يعني لازم فوت لجوا هي الطلعه يعني لازم يفوت لجوا. بس هلا اليوم الولد بتحكي 200 مره بيجاوبك، هو بيقول لك انت فوتي انا قاعد، غيري اوضتك لانه جايين اصحابي. هلا اليوم هن بيعلموكي، يعني طفل بعمره 6-7 سنين هو بيغير لك الموبايل، بغير لك اللابتوب، ما بعرف شو يعني بعده هيدا الجيل ارحم من اللي بده يجي صدقيني. يعني انا بقول نحن احسن شيء، هن الله يساعدهم، الله يساعد اللي بده يجي بعدهم، لانه خلص شو بده يجيب له لابنه؟ انا جبت له اليوم لابني اللابتوب والايباد والموبايل، شو بعد بده يجيب له؟ ما بقى عنده شيء له قيمه لاله صدقيني. بعدين ما في اليوم اهل ما بيقولوا الولد بيطلب منهم طلب بيقول له لا البي، كانه لازم اي طلب بيطلبه الولد لازم الاهل يقولوا له ايه تكرم عينك. لا موجوده بالحياه، لا طلعت وعملت بالحياه، مش معقول لا ما يكون الا وجود. بس لا ما بقى موجود اليوم عند لا الاهل ولا عند حدا يعني. حتى الوحدة إذا راحت عند جوزها وما معودة لا عند بيت أهلها، بس يقول على شيء لا بدها تغضب وتترك وتمشي، لأنه مش معودة حدا إلا لا صدقيني. بس لما تشوف إنه في بالحياة بيا كان إلا لا، إما كانت إلا في إيه في شيء لا، يعني صار عندها قيمة لهالمواضيع هيدي. كلمة اليوم لا لازم تكون موجودة. تابعين معكم وضمن فعاليات معرض الكتاب الفرانكوفوني مستمرة، والوقفة اليوم مع مجموعة من التوقيع والمحاضرات اللي أقيمت بهالمعرض، منها حفل توقيع كتاب للدكتور تالا الزين لإكسكلوزيون دي لاسوسي يلي نال جائزتين بفرنسا وحلقة نقاش حوله. جولة بهالمعرض بدورته الـ 21 من تبع سوا. نالت الجائزة الأولى من فرنسا عن أطروحة الدكتوراه في الدراسة المقارنة بين القانونين اللبناني والفرنسي. الدكتورة تالا زين وضمن إطار فعاليات معرض الكتاب الفرانكوفوني وقعت كتابة لإكسكلوزيون دي لاسوسيي. سبق توقيع الكتاب نقاش حول مضمونه بحضور البروفيسور جيرار بلان ورئيس محكمة التمييز القاضي الدكتور سامي منصور. هذا الكتاب بخصوص الشركات صدر 2013، خلصت التاز، بس بمناسبة أنه أخذ جائزة أحسن كتاب كوتوتال بين لبنان وفرنسا، فصار عملوا لي ببليكاسيون، عملنا هذه الكونفرنس لنحط بغمتخ لأكسانس شخص ليفر، يعني حتى نلقي الضوء عليه. Vous avez de quoi être fier parce que c'est un travail qui a été primé en France deux fois, d'une part par le jury de soutenance et d'autre part par la commission d'attribution des prix de notre université. Je veux parler de l'université d'Aix-Marseille. أنا بعرف كبروفيسور بكليات الحقوق معاناة المؤلفين، وعندما يكتب أو يحرر أحد الأشخاص كتاب هو يغني المكتبة ويغني الثقافة. هي مفخرة لبنان وهي ما قبلت تبقى لا بفرنسا ولا بأي محل لتجي على لبنان. بإطار التوثيق وضع الدكتور سمير خير الله كتابه خير الله طنوس خير الله، يلي تناول سيرة حياة صحافي لبناني سعى من خلال عمله بجريدة لوطان الفرنسية بأوائل القرن العشرين إلى استقلال لبنان وحق الشعوب بتقرير مصيرهم. شخصية لبنانية دافع عن القضية اللبنانية من شبابه لآخر حياته، ودافع عن القضية العربية ووضحها للعالم كله. إذا رجعنا شوي نراجع أفكاره منلاقي كتير إمكانيات حلول للمشاكل اللي عم نعيشها اليوم، مش بس بلبنان، بكل الشرق العربي.
أثناء جولتنا بمعرض الكتاب لاحظنا ظهور نادر لبعض الوجوه السياسية، والسؤال كان وينهم؟ أبدا ما في سياسية، شفنا بس استاذ أحدب هلأ مراء، وشفنا يمكن العريض مع حفظ الألقاب، هول هن اللي شفناهم، وما حدا بيشتري كتاب لا تخزنا يعني. هلا في ناس بتعرف يعني قليلي العلم بمجالنا وبدهم مددوا لحالهم. كتير منيح رغم هذا الانحدار السياسي اللي موجود بلبنان انه بعد فيها هذه التظاهرات الثقافية الكبيرة اللي بتصير في بيروت، هيدا بيعطي نبض وحياة، معناته انه هذا البلد ما بيموت، بيضل دائما في ورد، بيضل دائما في يعني بتضل فيروز موجودة، وبتضل هالعناصر المهمة الفنية والمسرحية بالبلد، بتضل هي الشعلة وهي البضيء للمستقبل. مش مهم يكون في سياسيين، يعني الناس اللي هون أهم من كل الناس التانيين، مش هيك؟ لا أنا شفت إنه في حضور كتير كبير، صراحة ما بنتبه إذا كانوا سياسيين أو لا، بس في حضور رائع. ودائما بأجواء المعارض تحت عنوان ريزيستانس، عرض الفنان فريدريك الحسيني أعماله الجديدة بتنظيم من سوليدير بجاليري 169 بمنطقة الصيفة. جولة على هالمعرض من تبعها سوا. من مقاومة الحياة ضد الموت، من المقاومة السقفية من خلال الفن والفكر، من المقاومة التراثية لحتى تستمر الحضارة، من المقاومات على أنواعها نشأ معرض الفنان فريدريك حسيني الجديد اللي حمل عنوان ريزيستانس أو مقاومات، واللي جسد من خلاله علاقته باللون بالشكل أو الكومبوزيسيون وبالمدينة مدينة بيروت. الأساس اللي عم يشغل فيه هو التراكم طبقات، ومن هون في علاقة كمان مع الحفريات الأثرية اللي هي تراكم طبقات أثرية، وكل طبقة لها قصة لها حياتها. مرة حسيت فريدي عم بيعكس حالة البلد وحالة المنطقة والمناخ اللي فيه عنف وألم، وفي لوحات عنيولة مباشرة. لوحيته بدها سقافة غميقة وكبيرة تحكي عن بيروت مثل بيروت. إن كان لي كولور أما لي ديمانسيون هو سي اسي جون هيك سي فيفان. I think the colors are lovely. I love the idea that it's Beirut kind of in an abstract way. الوانه غنيه يعني عارف يشتغل باللون. مزج الالوان بين بعضها بطريقه جريئه ومتناسقه. لوحات حملت توقيع الفنان من خلال أساليبه المتعددة اللي تراوحت ما بين الفن التجريدي أو التكعيبي، فوضع لمسته الهندسية ليخلق لوحات جيومترية بترتكز على المواد المستعملة بغياب فكرة معينة. Je suis vraiment ravi de voir ces œuvres d'art parce que il est vraiment des niveaux très très élevés. Beaucoup de finesse artistique, une sensibilité que j'ai découvert dans ces toiles. بالألوان في كتير هارموني، مع انه بالصور بيعبر على اشياء بتصدم، بس بالألوان بتلاقي بعد هالهارموني. شو كتير حلو يعني كله حياة هيك، كل الكولور بلان دو في يعني سا ما في فريمون تري بليزير، يعني شيء ديفيرون من غيره. معرض ريزيستانس للفنان فريدريك حسيني بناسب جميع الأذواق من خلال التعددية اللي بيتميز فيها، وهو انطلق بصالة عرض 169 بمنطقة الصيفة مستمر لغاية 3 تشرين الثاني.
بلشنا بتطلعي فيه. ضيفتنا لليوم نمسيس سرور من منظمي مهرجان ثقافة تقاوم. أهلا وسهلا فيك نمسيس. حلو كتير اسمك. ميرسي. شو يعني؟ هي إلهة العدالة باليوناني. اوكي حلو. نمسيس، اليوم رح نحكي عن مهرجان ثقافه تقاوم يلي بلشتوه السنه الماضيه بطرابلس. مثل ما اسمه بيدل، عم بتقاوموا كل التحديات يمكن من خلال الثقافه وعروض الافلام. هيدا السنه رح تبلشوا ب 12 الشهر، بس مش بس اختصرتوا طرابلس هالمره، رح تتنقلوا بكذا مدينه. ما هي فكره الفستيفال انه يكون لبنان موحد، ومن هيك عم نعمل بكذا عدة مدينة في لبنان. رح يكون في ببيروت بعدة مطارح، بمتروبوليس وبالدواوينة، ورح يكون في أفلام بصيدا، بسور، وكمان بزحلة. بينطلق ب 12 بطرابلس، بكفي ل 17، وبارالال يعني مع بعضهم رح يمشوا العروض. مثلا كثير اوقات رح نلاقي انه ب 13 الشهر عم بينعرض بطرابلس وببيروت او بغير مناطق. اعطيت مثل يعني. الافلام يلي مشاركه كيف نقيتوها؟ مين نقاها ومن كم بلد؟ هي الفكره تبع الفستيفال انه نعرض بلبنان فلومه جايه من اسيا، لانه لبنان باسيا وكمان على الشط على البحر المتوسط. فهودي انه هيدي السبيسيفيسيتي تبع الفستيفال. وجايين فلومه من الفلبين، من تايلاند، من سنغافور، من اليابان، من الهند، انه عده بيي بلدان. باين انك عايشه بفرنسا، دونت وري. وكيف نقيتون؟ يعني في له تام معين الفستيفال او ايه؟ هالسنه في عنا 3 تام، 3 مواضيع. مواضيع، اول شيء حريق التاريخ، لي بغولور دو ليستوار، وصوت المراه، ونخلق من جديد، وعمرنا 20. هي انه جوسلين نقت المواد. جوسلين صعب مديره المهرجان. في كذا دعايه عملتوها للمهرجان، رح نشوف اول وحده منهم. نمسيس، الافتتاح رح يكون ب 12 الشهر مثل ما قلنا، أي فيلم رح يكون الافتتاح؟ هو للافتتاح في فيلم جاي من الكازاخستان اسمه ناجمة، مثل بالعربي نجمة. اللي بيحكي عن بنتين عايشين بهيدا الكازاك اللي فيه كثير بترول، وكيف انه من ناحية تركين هالبنتين، انه من ناحية في مصاري، من غير ناحية انه في فقر. في فقر. حضرت الفيلم؟ لا بعد. رح بيكون في اي مخرجين لافلام حاضرين بالعروض؟ ايه اكيد. هلا التفاصيل كلها مؤيدين على السيت الانترنت. في مخرجين جايين من اسبانيا، في منهم بالكازاك كان لازم يجوا للافتتاح، ومن الهند لفيلم دوكيومنتير عن الكهرباء بالهند، عندهم مشاكل كثير، وهيدا مشاكلهم تشبه كثير كثير. طيب لما يكون في عروض بباقي المناطق غير طرابلس، الافلام ذاتها رح بتكون عم تنعرض؟ ايه هي الافلام ذاتها، بس انه اكيد مثلا تتنقل. مزبوط مزبوط. بزحلي رح يكون في اقل افلام. كنت هذيك السنه بطرابلس وقت؟ لا انا هلا جيت على ثاني اديسيون. كيف متوقعين هلا يكون تفاعل الجمهور معكم، خصوصا بمناطق يمكن ما كثير فيهم اقبال؟ صيدا، صور، طرابلس، يعني هلا بعد في مشاكل، ما في كثير اطمئنان يعني بهالمناطق، متوقعين يكون في اقبال؟ اكيد لازم نتوقع انه يكون في اقبال والناس يجوا، لانه هيدا كمان فرصه لهم انه يطلعوا من هالجو يلي عايشينه. مشاكل. بالنسبه للبطاقات، بده يشارك بده يروح يحضر الافلام. فيكم تروحوا تشتروا البطاقه من المتروبوليس ببيروت. او بترجعوا على السينما بتعملوا بطاقه، وبزحله كل شيء فري. مجاني. مجاني بزحله العروض. ليش بس بزحله؟
مخ لا روحي من زحلة انه نحن بدنا نخلي الشعب انه يجي على السينما، هيدا اول شيء اول تشجع الناس. ايه مزبوط. نحن بنشكر حضور مجتمعنا لميسيس السرور من منظمي مهرجان الثقافه تقاوم. مرحب فيكي بلبنان، انت من زحله مزبوط بس عايشه بفرنسا، جيتي هلا اهلا وسهلا فيكي، وان شاء الله عن جد يكون في اقبال على السينما، سينما عالم ثاني، يعني اذا مش قادرين نعيش الواقع الحلو على القليل نعيشه بالافلام. مزبوط. وبنتمنى انه عن جد نعرف نقاوم بالطريقه اللازمه. رح نحضر تريلر ثاني للفستيفال، نحن بنودعك، بنتمنى لكم اقبال حلو السنه وعقبال السنوات الجديده. اهلا فيكي. حلقتنا متابعة تابعي لا شكله وقتنا رح تابع انا بهدف تسليط الضوء على الوعي التشغيلي. اللي كان معرض بسوق الذهب باسواق بيروت بتنظيم من شركة سوليدير، المعرض ضمن عشرات اللوحات لفنانين من مختلف الجنسيات. كاميرا اخبار صباح كانت حاضرة غطت المعرض ورجعت بهالتقرير. عشرات اللوحات لكبار الفنانين من مختلف الجنسيات اجتمعوا سوا بمعرض واحد، والهدف هو تسليط الضوء على الوعي التشكيلي. هاللوحات بتعود لحضارات وثقافات متعددة جمعتها المشرف حنان عقاد ضمن معرضها الأول بسوق الذهب بأسواق بيروت، ويلي بيحمل عنوان بلينج بلينج، أي ما يجذب الأنظار. حقيقة طلعت معي فكرة انه اعمل هالمعرض، حسيت انه لبنان عم بمرق بمرحلة كتير صعبة، وحسيت انه لازم اعمل شيء جمالي. انا بهتم شوي بالفنون وبهتم بالثقافة، وبحس انه الرسم والفن والموسيقى والشعر هدول من الاشياء يعني الاشياء اللي بتدغدغ الروح الجسدية. على طول في عنا نشاطات فنية وثقافية يوميا، يعني نحن عنا أكثر من موقع عم نستعملهم للنشاطات الفنية. حبينا أنه هالمجموعة نجمع مع بعض الحضارات الأوروبية والحضارات العربية، والجمهور يجي يتعرف على فنانين جدد. لكن لوحة خصوصية معينة من ناحية الأسلوب وتقنية وآلية العمل، والملفت باللوحات إن من حقبات تاريخية متباعدة لفنانين من الشرق والغرب. الخطوة حلوة كتير إنه جمعت راحت للتو إكستريمز، الإكستريم الكلاسيك مع الإكستريم الأبستراكت. بالواقع بيقدم شبه صورة واقعية إلى حد كبير للحركة التشكيلية العربية واللبنانية بشكل خاص. أغلبية الوقت لما بنشوف معارض بيكون رسام واحد أو بيكون نمط ومدرسة واحدة، هون لا، في تنوع بالألوان وبالمدارس وبالأحجام، وهيدا الشيء يعني كتير حلو. الفن مش اللي بيرسم بس، واللي بيتفرج بيكون فنان. قبل ما نوصل لختام حلقتنا لليوم ننتقل على استوديو كلام بيروت مع رولا كساب حداد. صباح الخير رولا. صباح الخير. كيفك؟ صباح الخير.
صباح الخير جوال. ايه جوال؟ صباح الخير استاذ جورج سولاج رئيس تحرير الجمهوريه. اهلا وسهلا فيك. تفضل يا رولا، شو ابرز الملفات؟ الملفات اليوم بالصحف مستوحاة من حدث الرياض امبارح، التمديد عفوا الماراثون. يعني هل باقي على حديثك مبين؟ لا، لانه منحكى عن ماراثون تمديد، ماراثون بحث عن رئيس جمهوريه، ماراثون انتظار يمكن شو راح يصير بالمفاوضات الايرانيه الامريكيه وانعكاسه على لبنان. هذا الموضوع من خلال هالعناوين راح يكون محور حديث مفصل مع الاستاذ جورج سولاج. وجريده الجمهوريه اليوم من بين الصحف يلي ربطت يمكن لبنانيا ما يجري لبنانيا بما ستؤول اليه المفاوضات الايرانيه الامريكيه. نعم رولا، التفاصيل من تبعها بتمام الساعة 9:05 بعد موجز الأخبار وعلى www.futuretvnetwork.com. لهون منكون وصلنا لختام حلقتنا من أخبار الصباح. إن شاء الله بداية أسبوع هادية وحلوة ونشيطة. بكرة أكيد حلقة جديدة، نختم مع تقرير رياضي مثل العادة. باي باي. تمكن نادي النجم من التغلب على غريمه التقليدي نادي الأنصار بهدفين مقابل هدف في مباراة قوية قدمها فيها قطبي الكرة اللبنانية وأداء يليق بسمعتهم. وبالعودة إلى أجواء المباراة، بدأ الأنصار المباراة بشكل أفضل وهدد مرمى النجم في عدة مناسبات قبل ما ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، لكن طرد مدافع الأنصار بدقيقة 51 أنس أبو صالح مهد الطريق أمام النجم لافتتاح التسجيل عن طريق القائد عباس عطوي في الدقيقة 71 قبل ما يضيف محمد قاسم الهدف الثاني لفريقه بدقيقة 84. وقلص الأنصار الفارق في الثواني الأخيرة من اللقاء عن طريق ركلة جزاء نفذها برنس بنجاح. وعلى ملعب بيروت البلدي، تعادل الصفا مع ضيفه السلام بهدفين لهدفين في نتيجة لم تخدم أبدا فريق الصفا الطامح للصدارة. تقدم أحمد الخطيب للسلام بدقيقة 9 من الشوط الأول وأضاف الأرجنتيني لوكاس الهدف الثاني للفريق الزائر بدقيقة 45 لينتهي الشوط الأول بتقدم السلام بنتيجة 2-0. في الشوط الثاني ضغط الصفا في محاولة منه من أجل تسجيل هدف التعادل، وكان له ما أراد عن طريق اللاعب روني عزار بدقيقة 47. وقبل نهاية المباراة ب 12 دقيقة سجل عبد الرحمن العكيري هدف التعادل لتنتهي المباراة بنتيجة 2-2. وعلى ملعب برج حمود، حقق الراسينج فوز مهم وصعب على ضيفه فريق النبيشيت وهزمه بنتيجة هدف للا شيء. اجا في الشوط الأول عن طريق الشيخ ديوك خطأ في مرمى فريقه، علما بأنه الأخير أضاع ركلة جزاء بعد ما سدد الكرة بعيدة عن مرمى الفريق الأبيض، لتنتهي المباراة بحصول الراسينج على النقاط الثلاثة المهمة له في الصراع على الصدارة. قطع العداء الاثيوبي فيكادو جيرما مسافة سباق ماراثون بيروت الدولي امبارح الاحد والبالغة 42.195 كيلومتر في ساعتين و12 دقيقة و28 ثانية، لا يحرز اللقب مبتعدا بفارق دقيقة واحدة و14 ثانية عن الرقم القياسي السابق لماراثون بيروت والمسجل باسم مواطنه أريكو جوفار عام 2011. واحتل الاثيوبي أباديلا جودانا المركز الثاني بعد ما سجل ساعتين و13 دقيقة و28 ثانية، يليه الكيني فيستوس لانجات في المركز الثالث بفارق نحو 6 دقائق عن صاحب الصدارة. وحطمت العداء الاثيوبي مولا هابت تسيغا شيكول الرقم القياسي لماراثون بيروت عند السيدات باحتلال المركز الأول بزمن بلغ ساعتين 29 دقيقة و17 ثانية بعد ما اقتطع دقيقتين و23 ثانية من الرقم السابق اللي حققته مواطنتها سيدا كادير في ماراثون بيروت 2011. واحتلت الكينية مونيكا جيبوكوتش المركز الثاني بساعتين و30 دقيقة و53 ثانية، وشارك في السباق يلي اخترق بمنافساته طرقات بيروت وضحوحيها أكثر من 37 ألف عداء وعداء يمثلوا 94 دولة عربية وأجنبية، وهو رقم قياسي جديد. قد بدله بتعلق بالحياة وتشوف 37 ألف راكد وراكد اليوم عم يركضوا شيء بكبر القلب. أنا دائما بحرص أنه شارك بهالمناسبة، لكل سنة بعد سنة عم تحس عم تتطور وفي أكثر ناس عم بيهتموا يشاركوا فيها، هيدا أمر أنا بتعلق فيه شخصيا. ومثل ما بعرف أنه عندك تحدي اليوم نازل تعمل ريكور شخصي لإلك. اليوم نازل اركض بالعشرة كيلومتر مسابقة، بدي اجرب اكسر الرقم اللي جبته هديك السنة. يعني محطة سنوية فينا نقول رياضية سياحية ايضا، لان في 2000 شخص اجى على لبنان، مدنية محطة للسلام ومحطة فينا نقول اصبحت وطنية، لانه بالحقيقة في يعني الشباب كلهم بيتجندوا لهالمحطة السنوية، فأمر بارز ومهم بعتقد بيرفع معنويات لبنان وبيعطي هذه الصورة الحضارية اللي بنيها أكيد. لا أنا عندي إشكال صحي ما راح أقدر أركض بسبب إشكال بالظهر، بس صار موعد سنوي
بيأكد على اولا ارادة الحياة للشعب اللبناني، وثانيا رسالة الرياضة السامية اللي هي انه الرياضة بتجمع اللبنانية، مش بس اللبنانية، كل العالم، كل شعوب العالم بتجتمع من خلال الرياضة، بتنسى انتماءاتك الضيقة الصغيرة الطائفية المناطقية السياسية، وبتنزل بتركض للبنان. أول شيء حدث كبير، حدث عالمي، ونحس أنه كل الناس لازم تشارك فيه. رسالته يعني معه محبة وصحة وسلام، يعني هذا هو مختصر كل الرسالات، وبتصور أنه كل الناس قد ما فيها لازم تشارك، وأهم شيء الصحة يعني. والله هذا الماراثون صار تقريبا كأنه عيد وطني بلبنان، كل الناس بتنطروا كل سنة لتشترك بهذه المناسبة. بعدين هذه المناسبة وضعت لبنان في دائرة الاهتمام الدولي والإنساني، كونه بلد إشعاع يستحق الحياة. أول شيء طبعا هذا مش غريب على لبنان، لأنه هالماراثون السيدة مي خليل طبعا أنا بعتبرها رمز للإرادة ورمز للقوة ورمز لحب الحياة، والشعب اللبناني طول عمره بيعلم الناس حب الحياة. فالماراثون أنا بعتبره عيد وطني صار، وبتمنى أنه يكون في ماراثون بكل العالم العربي.